السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتاتي، مرحبا بكم في القناة مملكة الهجرة. هذا الفيديو هذا بغيت نهضر على الناس اللي على حيت هذا النهار الثاني ديال الدفوع بالنسبة لإيطاليا. دابا لحد الآن مثلا ما بدوش كيبانوا، يعني كيبان شنو مطلوب 100%. يعني كاينه واحد النظرة ديال 80% أنهم طالبين بالنسبة للفلاحة، قطاع الفلاحة والقطاع ديال الدوميسيل، الخدمة في الديو، يعني دوميستيكو الخدمة. بالنسبة لهذه القضية هذه طالبين، يعني واحد طالبين أن داك السيد اللي غيديكلاريك تكون عنده يعني 20,000 أورو حد أدنى، تكون عنده أقل حاجة هي 20,000 أورو باش يدير لك الكونترا، يعني باش يعطيوك البيرميسو دي سيجورنو. هي المشكل الحقيقي اللي كاين أنه يعني هذا القانون هذا ماشي قانون كما دازو السناتوريات القدام كاملين. هاد السناتورية هذه يعني كما كنقولوا جات سيبلي لواحد الحالات اللي غيصوبوا الاوراق، ماشي كلشي. حيت مثلا واحد الانسان اللي هو كبير في السن مثلا وخصو اللي غيخدم عليه ويتسخر عليه، والمهميه هذيك نديروا له حنا كيشد 1200 كاع اورو في الشهر، واخا ما يقدر ما يوصلش 1200، الا جيتي تضربها في 12 شهر غتعطيك تقريبا غتعطيك كاع 14,000 15,000 اورو، يعني ما كافياش. وبالنسبه للانسان اللي باقي صغير، نقولوا شي واحد كبر خدام بواحد 1800 ولا 1900، يعني كما كنقولوا حنا راه كبر. واش الكادر زعما كتظنوا بان غيحتاج شي واحد اللي غيعاونو في الدار، الا ما كان شي واحد اللي باغي شي جاردينيي، عنده شي فيلا ولا عنده شي دار فيها ربيع بغى يصوبها. هاد الحاله كاينه، ولكن لي شونس قلال بزاف. يعني الدوله دارت 20,000 اورو، يعني هذا الحد هذا حد يعني كما كنقولوا يعني كبير بزاف بالنسبه للدخل ديال الانسان اللي كيكون متقاعد، اللي خصو اللي يتسخر عليه واللي يدور عليه الشغال في الدار. يعني هاد القضيه هذه كنظن ان هاد المساله بالضبط يعني نورمالمون خصهم يراجعوها، حيت ما يمكنش الواحد غادي يدبر مع عند واحد السيد شارف وغادي يكون عنده 20,000 اورو. يعني مستحيل هاد القضيه. كما كنقولوا كاينين شي حالات ديال الناس اللي كتلقاهم لاباس عليهم عندهم الفلوس، هذه ولكن بالنسبه للانسان اللي عنده التقاعد البونسيون ديالو متقاعد، راه الدخل ديالو باين، يعني لا توصلوا داك 16,000 اورو 17,000 اورو، هادشي الا كان كيتخلص بواحد 1500 ولا 1600 اورو في الشهر. وفي الطاليان راه صعيب بنادم باش يتخلص ب 1500 1600 كثير شي متقاعد. اما بالنسبه للناس اللي باقين صغار وخدامين مزيان وهذا، هذه في هذه الحاله اللي احتاج فحال دابا شي واحد يعاونو، شي واحد يتسخر عليه، ولا شي واحد جارديني، ولا شي واحد يخدم له شي بلاصه. ولا بالنسبه لقطاع الفلاحه، قطاع الفلاحه ما خلاوه هو هذاك قطع الفلاحه عادي، هو ما طلبوا بان تكون عندك ديجا خدمتي في داك الفلاحه، ماشي اول نوبه غتخدم. هذه المساله هذه حتى هي مهمه، طلبوا انك تكون ديجا خدمتي على الاقل 3 شهور. المهم القانون راه باين يعني في هذه الناحيه اللي كنشوفوا منها حنا، ولكن عنده ثغرات واحد اخرين مازال ما بينهم حتى شي واحد، مازال ما شفناهمش ما بينهم، ما هضر عليهم حتى واحد. دابا بزاف ديال الناس كتلقاهم كيكتبوا لك في كيديروا فيديوهات ديال سناتوريا كدا، هذه ايه الخوت سناتوريا دابا كلشي ولا كيعرفها، ولكن خصك تقول للناس الثغرات باش غتصاوب. بحال دابا بالنسبه للناس اللي كاينين في ايطاليا، متواجدين في ايطاليا وعارفين القانون بزاف، عارفين القانون ديال الطاليان مزيان، ماشي غير كيهضروا. يعني حتى حنا لهاد المعلومه تجيبوها مع الناس اللي كيهضروا بالقانون، ماشي الناس اللي ديال الزنقه ولا كيجي كيقول لك واسمعنا هو الكونترا وصلت 5,000 اورو، الكونترا وصلت 10,000 اورو. لا الهضره هادي ما كنهضروش عليها، هادي هضره غير ديال غايجه في الدرب، يعني حتى في الطاليان غايجه هاد الهضره، ولكن حنا كنهضروا على الهضره ديال القانون. كنقولوا القانون مع شنو كيقول انك خصك 20,000 اورو الا بغيتي تخدم كونترا دوميستيكو. الفلاحه ما ندويوش عليها، راه باينه غايدير لك الكونترا، ولكن خصك تكون ديجا خدمتي في الفلاحه. هادو هما هادشي باش تقدر تطلع الوراق، زعما ما كاينش من غير. كاين الثغرات اللي كاينين ديال القانون مازال ما هضر عليهم حتى شي واحد، ما كاينينش لحد الان، مازال ما عرفوش الثغرات الناس. حاجه اخرى ديال شهاده السكنه، كاين اللي كيقول مطلوبه، كاين اللي كيقول ما مطلوبهش. هي في طبيعه الحال تكون مطلوبه، لان لا بد خصك تكون موقيم في ايطاليا.
البروفا ديال الوجود ديالك في ايطاليا هذيك كتطلبو خص تكون عندك قبل 8 مارس ديال 2020 ديال هذه السنه، يعني تكون عندك كما قلنا ورقه البوسطة البروفا ديال البوليس، وقفوك شي نهار داوك بالسموك، واخا عطاوك الاكسبولسيون يعني واخا عطاوك تخوي، يعني هذه فين ما مشيتي في اوروبا اي دوله في اوروبا ولا نقول احنا في العالم كتمشي عندها كتكون يعني مقيم بطريقه غير شرعيه تعطيك ورقه باش تخوي، هذه راه عاديه ماشي شي حاجه، غير ما تكونش عندك جاتك من التريبينال باش تخوي صحه يعني الاجباري، هذه لا، ولكن ورقه عاديه ماشي مشكل تكون عندك، هذيك اي بلاد مشيتي لها كنتي ما عندكش ورقه تعطيك باش تخوي، هذه راه حاجه باينه كيعطيك كيقول لك خوي البلاد وكيعطيك انك ما عندكش حق الدخول، صافي هادشي اللي كاين. بالنسبه للثغره انك تقدر تدبر على ورقه ديال الطبيب، دابا الطبيب هي فين كيوقع التبزنيس، ها اللي يطلب لك 150 ها اللي يطلب لك 200 كيمشي توصل لك فيها شي مغربي، يعني حاول تقلب كيفاش تصاوب بالغاسك، الا مشيتي دير شي واحد غيتسمصر معاك هو واحد 70 ولا 80 ديالو غيديها في جيبو هذيك بارده، وعاد زيد الطبيب شحال يطلب لك، يعني تقدر توصل لك حتى 300 اورو بروفا باش تصاوب بانك كنتي تما في ايطاليا، هادو بالنسبه للناس اللي جايين من دول اخرى وبغاو يدفعوا. هادشي كما كنقولوا الا لقاو الطريق بعدا منين يدوزوا، لان الطريق ماشي ساهل، دابا شحال من واحد تيقول لك غادي نطلع انا على فرنسا غادي نطلع على فرنسا غادي نمشي حقا ديانا هبط لباري غادي نطلع على نيس الكوت دازور، والكوت دازور غندخل على سميتو على كاين حيت كاين سان ريمو وكاين واحد المدينه سميتها فانتيميليا، الطريق ما تظنش بان الطريق ها طريق الا كانوا شادين الحدود ديال يعني كما كنقولوا الحدود الجويه، ما تظنش بان الحدود البريه تكون مطلوقه 100%، الحدود البريه ما غيكونوش طالقينها يعني ما تحلمش بزاف، يعني خصك تقلب على شي حل زوين، لان الا كانوا دايرين مع هادشي ديال كورونا دابا لا بدا غتلقى المخزن ما يمكنش غتلقى المخزن وباش يقلبوا بنادم في الفرونتيرا، الفرونتيرا يعني ما بين فرنسا وايطاليا غتكون لا فرونتيرا غيكونوا واقفين المخزن اوبليجي، فاش تجي داخل يقول لك فين غادي الشريف، واخا تمشي معاك حل يعني كيقول لك نمشي مع الكحل، واخا تمشي معاك حل، واخا تمشي مع البان، واخا تمشي مع الطاني، واخا تمشي مع ما مشيتي دابا في الظل لهاد الجائحه كورونا لا بدا غتكون القضيه مزيره، يعني خصك تقلب على شي بلان زوين. انا بالنسبه للناس اللي كيقولوا انا بالنسبه لي اللي سير في الطياره ما تمشيش في الطريق، الطريق فيها المشاكل، فيها تقدر تركب في التران، تقدر تركب في الطوموبيل، تقدر تركب في هادو كلهم، كاين لو ريسك انك تكونترولا في الطريق ما عندكش المسائل فين ادخل اي بالسموك بانك دخلتي داك الساعات مشات على عينك عجاجه ما يمكنلكش تصاوب في الطاليان، غتمشي للطاليان وغتوحل فيها، هذا هنا كاين مشكل، يعني احسن حل انا بالنسبه ليا وبالنسبه للناس سير في الطياره، الطياره ما كاينين غيقلبوا على حساب الكورونا، حيت الطياره كيطلقها الاوروبي حيت في الطياره كتكون ما كاينش شي حاجه سميتها فرانتير، ما كايناش الطياره ما كتكونش الطياره تقلب في المطار اللي غطر منه هادوك بعد نوبات ما كاينش الديوانه، لان في شينغن ما كايناش الديوانه منطقه شينغن، غتجي الطير ما يقولوك حتى حاجه، غادي يقولوك ارنا غير الباسبور صاحب الطياره باش يشوفوا واش انت داك الانسان، غيعبروا لك الحراره ما فيكش كورونا زيد نعم اسيدي دوز، من غير هادشي راه ما عندكش شي حل واحد اخر، الطياره هي انا بالنسبه لي احسن واسهل طريقه باش تمشي، اما تمشي بالنسبه للكيران ولا بالنسبه تقول نمشي مع الكحل ولا واخا تمشي مع من ما مشيتي غيوقفوك المخزن اوبليجي غتوقف، حيت هادشي دابا ولا عادي دابا الكورونا فيروس تمشي لاي بلاد غدوز ما بين مدينه غتلقى الباراج، هي هنا في المغرب مثلا كتمشي ما بين تخوزي على الدار البيضاء مشيتي للمحمديه غتلقى الباراج ديال المخزن اوبليجي ما يزقلكش، والمخزن ديال على باغا ماشي هو المخزن ديال المغرب، المخزن ديال المغرب تيقول لك الورقه باش خارج تما ما يقولكش الورقه باش خارج الورق ديالك بعدا تعطي باسبور كيفاش باسبور كيفاش فين هي الفيزا الا انا عاد دخلت طاليان مرحبا داخل طاليان غيبصم لك بانك عاد دخلتي داك النهار مشات على عينيك عجاجه مشات البروفا مشى كلشي ما في يديكش ما عندك ما دير، يعني خصك تفكر في حل زوين وحل ساهل اللي غيعاونك ماشي حل اللي غيعقدك، انا كنقول للناس بزاف حاولوا تيفيتيو الطريق تاخر كلشي غادي في الطريق وما عارفين انك غتدخل على الطريق، الطياره انت وزهرك بعد النوبات كيقول لك ارى الاوراق بعد النوبات ماشي ديما ماشي انا سافرت يعني تقريبا انا نقول لك شحال سافرت مره السفره ديالي التاليه سافرت فيها لشي 6 ديال الدول ما عمر شي واحد قال لي ارى الاوراق ولا ارى الباسبور ولا جامي حتى واحد ما تيهضر معايا كاع، ولكن انت وزهرك حيت بعد النوبات كيكونوا واقفين البوليس هما ما كاينينش الديوانه ولا الطبيعه وداك الشيء حيت انت جاي من شينغن، ولكن دي فوا تيقول لك ارى نشوف الاوراق ديالك عاديه ما فيها حتى حاجه حيت مخزن هذاك هو الخدمه ديالو، هادشي اللي كاين الخوت حاولوا تفكروا في شي طريقه زوينه باش ما تصدقوش نادمين من بعد.
حاولوا تفكروا في طريقه مزيانه وطريقه سير باش تطلعوا وتوصلوا. بالنسبه للناس اللي باغا تطلع اللي ما كايناش في ايطاليا، بالنسبه للي الناس في ايطاليا راهم عارفين شنو كاين، عندهم البروفا، عندهم مسائل. بالنسبه للناس اللي باغا تطلع ما تريسكيوش بزاف، حاولوا ما تريسكيوش بزاف، راه ماشي سهله. وهادشي اللي كاين الخوت، اللي عنده شي تساؤل يحطو تحت الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك، ديروا جيم للفيديو الى عجبكم، وتابوناو في لاشين بالنسبه للناس اللي ما عندناش داخلين. يلا الخوت، تهلاو فراسكم، استودعكم الله العزيز ودعوا ودعوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.